أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول إعدادي منهج أوبورتونيتي 1، معكم مستر أحمد فوزي. النهاردة ميعادنا مع المراجعة النهائية الريفيجن بتاع السكند تيرم بارت 2. تعالوا نشوف مع بعضنا كده، هنحل إكزامز ونشوف طبعا الإكزامز الامتحانات بتتحل إزاي. هنبدأ مع بعضنا كده، أول حاجة موديل إكزام 1. تعالوا نشوف مع بعضنا كده أول سؤال مع بعضنا، بيقول لي supply the missing parts in the following dialogue بين السكيورتي وبين مستر أليك. طبعا السكيورتي هنا بيقول له اكسكيوز مي سير، قال له ايه معذرة يا سيدي، وقال له حاجة هنا راح رد عليه طبعا مستر أليك، قال له يس اتس ماي كار، اتس ماي ايه كار. طبعا هنا عشان قال له يس اتس ماي كار يبقى اكيد هو هنا سأله قال له ايه، قال له طبعا از ات أو is this your car؟ أهي is this your car؟ يعني هل دي سيارتك؟ أوكي، ويقفل هنا إيه السؤال. قال له yes it's my car. سأله سؤال تاني قال له why can't I park here؟ قال له ليه يعني إن أنا ماركنش هنا؟ يبقى أكيد السكيورتي قال له إيه هنا؟ قال له طبعًا إن أنت ما تقدرش تركن عربيتك هنا، اللي هو you can't park، يعني ما تقدرش تركن your car here. car ايه here، يعني ما تقدرش تركن ايه سيارتك هنا. لما سأله قال له why can't I park here، قال له because it's a private parking area، منطقة طبعا خاصة. سأله سؤال قال له where، قال له there is a public parking area about 200 meters from here. أكيد هنا طبعا لما قال له where يعني أكيد طبعا قال له هركن طب فين، هيقول له طبعا هنا ايه where can I park my car، يعني اركن سيارتي فين. بعد كده هنا مستر قال لي قال له ايه can I 5 minutes، قال لي قال له طبعا no sir sorry، وهيقول له لا طبعا. فيقول له هنا ايه can I ايه، هيقول له can I park here، يعني ممكن اقف هنا طيب لمدة 5 دقايق. يبقى كان ايه هنا can I park here، اوكي، ويقول له هنا ايه for لمدة 5 ايه minutes، لمدة دي 5 minutes. طبعا قال له no sir لا مش هينفع، وطبعا هيعمل ايه، قال له هنا طبعا no sir sorry nobody، يعني هنا ما فيش حد مسموح له ان هو يركن. يبقى طبعا هيقول له is allowed to park here. ده بالنسبة ليه لأول dialog. بعد كده السؤال اللي بعد كده هنا قال له ايه في اللي تشوز هنا، طبعا بيقول له are image produced by computers that surround the person looking at them and seems to be real، عبارة عن صور طبعا بتنتج بواسطة الكمبيوتر وبتحيط حوالين الإنسان أو الشخص وتبدو له إن هي حقيقية، ودي اسمها ال virtual اللي هي إيه الحاجة الافتراضية. في question number 2 بيقول أوكلاند is located the North Island، طبعا هنا located on يعني تقع على، لو قال لي هنا located on يبقى هيجي بعدها مكان صغير هنا island، لكن لو قال لي located in يبقى لازم يجي بعدها ايه مكان كبير زي مثلا continent يعني ايه قارة. في number 3 بيقول له you can see large near the south of the north poles، ايه الحاجات اللي ممكن تشوفها بالقرب من الساوث بول، طبعا اللي هي الايس بيرجس، ايس ايه بيرجس. بعد كده number 4 بيقول له an is a piece of land surrounded by water، هو عبارة عن طبعا قطعة من الأرض محيطة بالماء، ودي بتكون اللي هي ايه الايلاند اللي هي ايه الجزيرة، ايلاند اللي هي ايه الجزيرة. في number 5 بيقول له we have a very large family and our flat is too for us، يعني ايه بقى عندنا عيلة كبيرة والشقة بتاعتنا صغيرة علينا، يبقى هنا ايه too small، too small يعني صغيرة. number 6
بقول I have finished my homework. طبعا هنا لما تتحط بعد have على طول تجيب already, يبقى I have already the present perfect. Number 7 I hear before you finish reading the newspaper. يعني هكون هنا قبل ما انت تخلص قراية النيوزبيبر, يبقى I will be here. Number 8 بيقول she had a bad cold she went to work. بالرغم ان هي طبعا عندها bad cold لكن هي ذهبت للعمل, عشان كده هناخد دي بوت هنا جملة اعتراضية في contrast. في number 9 بيقول لي is a criminal who uses the internet to do his crime. الشخص اللي هو بيستخدم الانترنت لأعمال الجريمة أو جرائم, وده اسمه اللي هو ايه, يس اللي هو virtual criminal. virtual ايه criminal. اخر حاجه معانا طبعا في اللي تشوز هو او الاندرلاين هاو يو سبيل يور نيم. طبعا ده هنا سؤال هاو دو يو سبيل, هاو دو يو ايه سبيل. نيجي للجزء اللي بعد كده هنا طبعا اللي هو رايت, بيقول ذا شارك سنس اوف سمول از بيتر ذان اني اذر فيش. اللي استخدم طبعا بيست. بيست هنا طبعا اللي هي خدناها في المقارنه اللي هي صيغه ايه التفضيل. طبعا هنقول ذا شارك از سمول او سنس اوف سمول, نقول ذا شاركس سنس حاسة اوف سميل الشم طبعا هتكون ايه از ذا بيست. از ايه بيست يعني الاحسن اوف اول اذر فيش, هي الاحسن طبعا بين كل الاسماك ايه الاخرى. الكويشنز اللي بعد كده نمبر 2 بيقول I don't have a bike so I walk to school. هل استخدم قاعدة if. قاعدة if هنا طبعا لازم نستخدمها في الحالة التانية اللي هي second conditional, يبقى أقول له if I had a bicycle. اوكي if I had a bicycle لو كان معايا عجلة. هنا بقى تقول له كوم اهو وتقول له I wouldn't, انت بقى مش هتمشي للمدرسة, يبقى wouldn't walk to school يعني مش هتمشي ليه للمدرسة. بعد كده في نمبر 3 بيقول له she works very hard, بتشتغل بجد, so that she can win the competition. قال استخدم ايه because, استخدم ايه because. طبعا هنا هتشيل so, وso دي عكس بالظبط because, عكس مين because. اوكي اللي هي so that, يبقى نقول له هي هنا بقى هنا she can win the competition. اول حاجة هنجيب طبعا ايه she can win the competition, وبعد كده نقول له because she works very hard لان هي بتعمل ايه بجد. ده بالنسبة ايه ل because. بعد كده number 4 بيقول له why don't we meet and go to the cinema. ليه ما نتقابلش ونروح السينما. ودي الحاجات اللي هي السجيشنز الاقتراحات في في اول طبعا يونت معانا في الترم الثاني اللي هي هل استخدم هاو اباوت. ما ننساش ان هاو اباوت بيجي بعدها ايه هنا فيرب بلس ان جي, يعني انت اللي هتعمله هنا في السؤال ده لازم تشيل واي دونت وي. اوكي ولما تيجي تشتغل بقى تقول له هاو اباوت ميتينج and go to the cinema and ايه and going to the cinema and going to the cinema. يعني ايه رايك نتقابل ونروح مع بعضنا كلنا ايه السينما. في question number 5 بيقول له we like Passim we don't like his brother. طبعا الأقل استخدم but هنا, يبقى انت كل اللي هتعمله ان انت هتحط but فين في النص هنا. اوكي يبقى تقول we like باسم but we don't like his brother, احنا بنحب باسم لكن ما بنحبش ايه اخوه. ده بالنسبة ليه للرايت. طبعا السؤال بتاعنا اللي بعد كده هو القطعة اهو, تمام. بعد ما نخلص القطعة بتاعتنا نخش على السؤال اللي بعديه اللي هو ايه سؤال writing الباراجراف اهو. طبعا بيتكلم على tourists why should tourists come to Egypt, وبعد كده طبعا بيجي لنا النوفل بتاعتنا اهو.
comment on the following quotations. He has such a beautiful face. I'm sure I like him. وبيقول this horse is not ill. He is simply exhausted from overwork. وطبعا انت هتختار كومنت واحد من الاثنين. انا طبعا عامل عامل الفيديو بتاعي بتاع النوفل كله عن الاسئله دي، فعشان كده ما ناخدش وقت يعني في حل الاسئله عشان نحل مع بعضينا اكتر كميه امتحانات. بقى كده هنا بيقول لي answer the following questions. number one بيقول له what happened to Felcher in the end، حصل ايه لفلشر في النهايه. why did Black Beauty feel sad at the horse fair، ليه شعر طبعا بالحزن في الهورس فير. كل الاسئله دي محلوله. وبعد كده هنا بيقول له why did Jerry Parker buy Black Beauty، ليه جيري اشترى Black Beauty. وبعد كده بيجي لنا السؤال بعد كده البويترها دي الاستنزا بتاعتنا، نكون مرتبين نفسنا كده قبل الامتحان. طبعا نحفظ البرافريز كويس جدا، وبعد كده نعرف نطلع الرايم سكيم ونروح الامتحان بتاعنا نكتبهم زي ما احنا حافظينهم بالظبط، يبقى ما عندناش مشاكل فين في البويتري. الاكزام اللي بعد كده هو موديل اكزام 2 نمبر 2 اهو. السؤال الاول بتاعنا اللي هو سبلاي ذا ميسنج بارتس بين هاني وبين نبيل، بيقول له وات ار يو جوينج تو دو تونايت، يعني هتعمل ايه الليله. فطبعا هيرد عليه نبيل هيقول له حاجه. سؤال تاني قال له ام جوينج تو ذا نيو مول ان نصر سيتي. طبعا هنا زي ما السؤال سال بالظبط وات ار يو جوينج تو دو، المفروض اليو تتحول الى اي، ولا ام جوينج تو، وهنا موجوده بقى دو سام شوبينج يعني هعمل بعض التسوق. سأل سؤال قال I'm going to the new mall in Nasr City، يبقى أكيد هنا يسألوا عن المكان، يبقى where are you going، يعني هتروح فين. طبعا where are you going shopping، هتروح فين في الشوبينج. خلصنا السؤال. بعد كده سأل سؤال تاني قال له yes they opened it up only yesterday، لسه فاتحين بس بالظبط امبارح. فهيقول له هنا طبعا ايه was ايه بقى was it، ممكن هنا ايه opened up، وجبتها من تحت انا هنا يعني ما جبتهاش من بعيد، يعني was it opened up موجودة تحتها. yes. بعد كده هنا في رقم اللي بعد كده بيقول لي ايه yes there is a huge hypermarket there، قال له طبعا طبعا في هيوج يعني حاجة ضخمة يعني هايبر ماركت. فهيقول له هنا طبعا هتشيل يس وتحط الزير وتحل هنا طبعا هيوج اهو، يبقى الزير هيوج سوبر ماركت مثلا، سوبر ماركت، هل في سوبر ماركت كبير؟ هيرد عليه يقول له يس. سأل سؤال تاني قال له يس شور يو كان كام ويز مي اف يو لايك، طبعا بالتأكيد لو انت عايز تيجي معايا اي وقت تحب. وبيقول له هنا ايه can I come I come with you with ايه، ما تنساش ان مي تتحول الى يو وانت بتحول وتقفل سؤالك. بعد كده السؤال بتاع اللي هو اللي تشوز في نمبر 1 هنا بيقول لي the library is equipped all the latest technology، طبعا يعني عايز يقول متجهزة بالمعدات هنا، فطبعا هتاخد ويز هنا equipped with. نمبر 2 بيقول لي is a very tall building in the center of the city، هو عبارة عن طبعا مبنى عالي جدا في منتصف المدينة، ودي بيسموه هنا بيسموه sky creeper، sky creeper اللي هي بمعنى ناطحة سحاب. نمبر 3 بيقول the children were a noise when they were playing، طبعا noise هنا بتاخد ايه yes making we're making ايه a noise. في question number 4 بيقول exotic means almost the same as strange، طبعا exotic هنا معناها strange بالظبط يعني غريب. في number 5 بيقول لي رجب is with his computer because it's too slow، عايز يقول ان هو متضايق جدا من الكمبيوتر بتاعه لان الكمبيوتر بتاعه ايه slow. طبعا هنا ناخد ايه بورد هنا يعني ايه متضايق. في نمبر 6 بيقول لي if I buy the pizza I would go serving every day،
ما تنساش ان دي قاعدة اف السكند كونديشنال سنتنس، يبقى هتروح على طول هنا على مين؟ ليفد. يبقى اف اي ايه؟ ليفد. في نمبر 7 بيقول ذا شارك سينس اوف سميل از ذان اني اذر فيش. طبعا هنا مقارنه، ودي طبعا اللي هي الصفات الشاذه اللي هي جود تبقى بيدر ذان، ولو سوبرليتيف او تفضيل تبقى ذا بيست. نمبر 8 اي هاف ويتد ا وايل then he came. طبعا waited هنا بتاخد preposition for، waited for a while يعني انتظر ايه لوقت يعني او لحظة يعني او وقت يعني مش كتير برضو. بيقول لي in touch before the week count. طبعا بيقول له keep in touch يعني عايز يقول له هنا keep تساوي get، keep تساوي ايه get. لما اقول get in touch هنا يعني خليك على اتصال. فنمبر 10 بيقول له my parents are us out tomorrow. يعني ايه بقى؟ هياخدونا بره، طلعونا يعني، يبقى taking us out. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. هو طبعا الرايت اهو. في نمبر 1 بيقول له my brother lets me use the computer اللي استخدم allows. يبقى هنقول له طبعا هنا ايه الفرق بين lets و allows. lets هنا بيجي بعدها المفعول والverb او الانفينيتيف بدون اي حروف جر، لكن ال allows هنا بتيجي بعديها المفعول ولازم يجي to plus infinitive. يبقى تقول له my brother يعني اخويا، هنا بقى allows me، بعد كده لازم تحط هنا to use his computer، his a computer. فنمبر 2 بيقول this car is fast. طبعا السيارة دي سريعة جدا، سريعة. it's too expensive. طبعا قال استخدم هنا بط. انت مش هتعمل اي حاجة غير ان انت تحط بط فين؟ في النص هنا في الحتة دي خلق وبس. this car is fast but it's too expensive، يعني سيارة سريعة لكن هي غالية جدا. في نمبر 3 بيقول لي ايه هنا في نمبر 3؟ بيقول لي جين كود ذا بلين didn't she. قال استخدم didn't miss. didn't ايه؟ miss. يبقى طبعا هتيجي هنا قايل له جين didn't miss the plane. miss the plane. اوكي. ونيجي بعد كده ايه بقى هنا؟ نحط الكومة بتاعتنا، وما ينفعش هنا نقول didn't she، نقول did she، وده اسمه question tag. لو انت لقيت الجملة هنا negative اوكي لازم طبعا هنا تعمل ايه؟ تجيبها مثبتة. تجيبها ايه؟ مثبتة. هنا عشان كده حطينا مين؟ حطينا did اهو. في number 4 بيقول لي I plan to have a barbecue party this weekend. I'll استخدم going to. يبقى تقول له أول حاجة تيجي شيل على طول plan to. plan إيه؟ to. لأن في ناس بإيه؟ بتغلط وتحطها. يبقى تقول له I. وI بتاخد am. وبعد كده تحط going to. يبقى I'm going to. بعد كده تحط have a barbecue. barbecue party. Okay. this weekend. كمل this week on. في نمبر 5 بيقول له is you got married in 1995. استخدم been. استخدم ايه؟ been. يبقى لما اقول له بقى هنا زي، بعد كده هتحط have. يبقى زي have been married. اوكي. يبقى زي have been married وتقول له هنا بقى since. تقول له هنا ايه؟ since. وتحط الرقم بتاعك 1995. ده بالنسبة لي السؤال. بعد كده طبعا القطعة بتاعتك، وبعد ما تحل قطعتك برضو الباراجراف اهو، بعد كده تنزل على القصة اللي هي النوفل، وبعد كده البويتري انا علمتكوا تحلوه ازاي. بعد كده موديل اكزامز 3. اول حاجة اهي بيقول لي اول سؤال سبلاي بنزينة اللي قالت حاجة، راح التيتشر قال لها جود مورنينج زينة. طبعا اكيد هنا زينة هتقول ايه؟ هنا هتقول جود مورنينج. جود ايه؟ جود مورنينج. اوكي. هتقول لها ايه بقى؟ هتقول لها طبعا التيتشر جود مورنينج زينة.
do you حاجة، هتلاقي yes I'd like you to tell me how to memorize vocabulary. يبقى أكيد هنا قالت لها إيه، هتقول لها هنا can I help you مثلا، يعني ممكن أساعدك، أو do you need any help، يعني هل أنت محتاجة أي مساعدة. do you need any help، any help، هل أنت محتاجة أي مساعدة. هتلاقي أنا عايزك توريني إزاي أفتكر الجرامر، الفوكاب اللي هي الكلمات. أول حاجة قالت لها first of all you should، أول حاجة لازم يكون معاك هنا should have مثلا dictionary. dictionary هنا طبعا اللي هو القاموس عشان تاخد منه الكلمات اللي هتحفظها. وبعد كده هنا قالت لها ايه، I already have a dictionary، my dictionary. What else should I do، ايه تاني طب اعمله. قالت لها you should also keep، لازم تحفظي الكلمات الفوكابولري في نوت بوك. اوكي فوكاب، يس نوت بوك، نوت بوك يعني فين، في كراسة. بعد كده قالت لها طبعا ايه فوكابلري نوت بوك، طبعا عرفته انا جبت فوكابلري منين اهو، منين هنا من اللي تحتها على طول، ايه فوكابلري نوت بوك. سألتها سؤال قالت لها you should note down the vocabulary you have studied on it، لازم تسجلي الفوكاب، الكلمات اللي انت حفظتيها فيها. هتلاقي ايه بقى هنا، هتقول لها مثلا what should I do، يعني اعمل ايه with it، with it اعمل بها ايه تاني، يعني اللي هي النوت بوك دي. وفي الاخر زينة طبعا تشكرها تقول لها thanks او thank you a lot miss Iman. سؤال بعد كده هنا طبعا اللي تشوز بيقول لي elevator means the same as، نفس السيم مينينج بتاع اللي هو ليفت، ليفت يعني مصعد. بعد كده نمبر 2 بيقول لي is the opposite of aggressive، عكس كلمة aggressive، aggressive يعني شخص كده عدواني، يبقى هنا طبعا friendly، friendly يعني ايه صدوق. يبقى احنا قلنا هنا elevator، elevator means the same as lift يعني مصعد، اللي هو طبعا الاسانسير. بيقول لي هنا is the opposite of aggressive، عكس كلمة aggressive هنا طبعا اللي هي كلمة ايه friendly، لأن aggressive هنا يعني شخص ايه عدواني، لكن friendly هنا يعني شخص ايه ودود. نمبر 3 بيقول لي rays are a type of fish، طبعا rays دي عبارة عن نوع من الأسماك اللي هو ايه بقى tropical اللي هي الاستوائية. Question number 4 بيقول لي I always put my clothes in، بيحط طبعا الملابس بتاعته in the ايه yes، طبعا هنا ايه هتاخد closest، هتاخد ايه closest. فنمبر 5 بيقول لي if I older I'd leave school and join the university، طبعا هنا بيقول if I، طبعا هنا تقول ايه if I were، لو كنت كبير كنت هغادر طبعا ايه المدرسة and join the university ويلتحق بايه بالجامعة. فطبعا ده حاجة بالنسبة له ايه لسه ايه محصلتش، فتستخدم وير هنا، تستخدم وير قاعدة ايه في الحالة التانية. اوكي فنمبر 6 بيقول لي unfortunately يعني لسوء الحظ I'm not enough to join the basketball team، يبقى I'm not ايه بقى، I'm not tall، I'm not ايه tall. فنمبر 7 بيقول لك at the clouds، واخد بالك طبعا من clouds هنا مبنية على دليل، يبقى هنا طبعا على طول هاخد مين قاعدة is going to a rain. في نمبر 8 بيقول لي they don't allow us، انا لسه قايل لكم طبعا ان مع allow هنا لازم تجيب المفعول وتدور على طول على مين، على to plus infinitive، يبقى to wear jeans at school. في question number 9 بيقول لي he will with all his classmates، طبعا هنا يعني على علاقة جيدة جدا مع كل زملائه في الفصل، طبعا هنا تاخد ايه gets on، gets on will with، ده multi part verb اسمه ايه على علاقة جيدة معه. في number 10 بيقول له you going to the shops today، طبعا هنا مادام في هنا
فاعل يو وهنا going، فلازم تاخد هنا are you going، are you a going. نشوف مع بعضنا كده الجزء بتاع ال right number one. بيقول له Sarah is younger than her brother اللي استخدم as old as. طبعا هنا Sarah أصغر من أخوها، فلما أجي أستخدم as old as هنا، طب as old as هنا طبعا صيغة تساوي، صيغة إيه؟ تساوي. فطبعا هنا لما تكون هنا as دي صيغة تساوي، لكن الجملة بتقول إن Sarah أصغر من أخوها، Sarah أصغر إيه؟ من أخوها. يبقى لما نيجي هنا طبعا نعملها، نيجي نقول هنا إيه Sarah، وطبعا هنا إيه Sarah isn't، وبعد كده بنحط as أهو، ونحط old وده as here براذر. يبقى كده هنا ايه عملناها بالظبط، ان ساره مش نفس السن بتاع اخوها. ناخد بالنا من الحته دي. كويشنز اللي بعد كده نمبر 2، بيقول لي the hotel porter took my suitcase to my room. تاخد بالك هنا بقى، ادي the hotel porter الشيال، ادي took اخذ، ادي my suitcase اللي هي الشنطة بتاعتي. هنبدأ بقى هنا بمين؟ بmy suitcase يعني حقيبتي. الجملة هنا طبعا past عشان took، يبقى نحط مين؟ was. نجيب التصريف التالت من took اللي هو taken، يبقى was taken okay to my room باي، واقول له هنا ايه ذا هوتيل بورتر. السؤال اللي بعد كده نمبر 3، بيقول له وي لايك باسم وي دونت لايك هيز براذر. لسه حلينه طبعا في الاكزام اللي ورا، فهنقول طبعا هنا ايه استخدم اولزو، يبقى تقول له هنا ايه اولزو وي لايك باسم، هتشيل طبعا النقطه دي وتحط مكانها ايه هنا كوما، نقول له وي دونت لايك هيز براذر. السؤال اللي بعد كده نمبر 4، كويشن نمبر 4، بيقول لي ايه هنا I lost so Martin 2 days ago. أول حاجة تيجي شايلها كده هنا yes ago عشان ما تحطهاش، وعشان lost هنا لازم تجيب haven't، haven't هنا negative، يبقى I haven't seen Martin، وبعد كده أحط هنا إيه for وأقول له 2 days for 2 days يعني المدة كام يوم؟ يومين. اوكي تعال نشوف بعد كده نمبر 5، بيقول لي this car is fast it's too expensive. طبعا هنا برضو احنا حلينها ورا، يبقى اقول له this car is fast but it's too expensive يعني غالية جدا، فانا حطيت بط هنا في النص وخلاص. طيب نحل القطعة بتاعتنا، وبعد كده بنجيب طبعا الباراجراف اهو بيتكلم على الكمبيوترز. اوكي بعد كده النوفل بتاعتنا، والنوفل طبعا احنا قلنا عاملين لها ايه فيديو، وبعد كده هنا طبعا اللي هو البويتري زي ما علمتكم، تذاكر طبعا الاستانزا، وبعد كده طبعا تكون جاهز بالبارافريز هتكتبه في الامتحان، وتطلع البيك اوت اوف فيجرز اوف سبيتش. تكون جاهز، قال لك طلع بيك اوت فيجر اوف سبيتش، طب انت حافظهم وتطلعهم له وكاتبهم، قال لك اعمل رايم سكيم، يبقى انت برضو جاهز بالرايم ايه سكيم. بعد كده هنا موديل اكزام 4، اول سؤال هنا بيقول له سبلاي، بيقول لي هنا بين هنا وريم، بتقول لها هاي ريم واي، راحت ريم قالت لها اي didnt know about any parties، ما اعرفش اي حفلات، قالت لها didnt all tell you about summer's birthday party. خد بالك هنا بقى من summer's birthday party دي، وخد بالك بقى منين didn't دياتي، يبقى اكيد هنا ريم هتقول لها ايه why didn't، why didn't ايه you come to summer birthday party، birthday day party حفلة عيد ميلاد summer. قالت لها ايه I don't know about any parties، ما اعرفش اي حاجة عن الحفلات. قالت لها ليه هي اولى ما قالت لكيش عن حفلة عيد ميلاد سما. طبعا هتقول لها ايه هنا
هتقول لها نو شي ديدنت. نو شي ايه ديدنت؟ يعني لا هي ما قالت ليش. يبقى تقول له هنا نو شي ديدنت. نو شي ايه ديدنت، يعني لم تخبرني. بعد كده هنا هتقول لها طبعا يو ميزد ا لوت اوف فان، يعني انت فاتك كتير من المتعة. ريم قالت لها طبعا ايد هاف كم، كانت طبعا ايه بتقول لها ايد هاف كم، يعني انا كنت هاجي. هنا اف بقى قاعدة اف الحالة التانية، نقول له اف شي انفايتد مي. انفايتد ايه؟ مي، لو هي دعتني. فقلت لها ام سوري، يعني ايه بقى؟ اسفة. يو didn't كم، ديد يو؟ راحت ريم قالت لها ديد يو؟ قالت لها yeah everyone was having a nice time، كل واحد قضى وقت سعيد. يبقى تقول لها طبعا did you have a nice time. a nice ايه time، يعني هل انت قضيت وقت ايه لطيف. بعد كده هنا طبعا السؤال بتاع مين؟ بتاع اللي تشوز او الاندرلاين. في نمبر 1 بيقول لي he will with all his classmates. السؤال ده لسه حلينه في الاجزام اللي فات، وده هنا على علاقة جيدة. يبقى نقول ايه هنا؟ gets on. gets ايه؟ on will with. yes، على علاقة جيدة معه. في نمبر 2 بيقول لي a is a person who attacks and drops ships at sea. الشخص اللي هو بيهاجم على السفن ويسرقوها في البحر، وده ايه هو؟ مين بقى؟ اللي هو البايرت، اللي هو ايه؟ القرصان. في نمبر 3 بيقول لي there is antique furniture in the room. طب الانتيك ده فرنيتشر بيكون فين بقى؟ في حجرة ايه بقى؟ ولا هيبقى في الوشنج ولا الباس ولا الكابن روم، هو هنا طبعا هيبقى في الدايننج ايه روم. في الدايننج ايه روم. بقى كده نمبر 4 بيقول لي ايه is a circular current of water that moves very flow fast. طبعا دي عبارة عن حاجة اسمها ايه بقى؟ هي المفروض عندنا في المنهج اسمها الواير لبول، اللي هي الدوامة، ناخد بالنا منها. لكن هو هنا جايبها طبعا ويف. ويف هنا يعني موجة، لكن في المنهج موجودة طبعا واير لبول، اللي هي الدوامة اللي بتلف عن طريق يعني على شكل كده دوائر، دوائر سريعة في البحر أو النيل. في نمبر 5 بيقول لي it always rain in London. طب هنا عندي it و always والفعل في المصدر، تروح على طول هنا ب does it. does it. في question number 6 بيقول لي my parents are us out tomorrow، يعني هيطلعونا ايه بره غدا. يبقى هنا taking، عشان هنا are يبقى تجيب verb plus ing. Number 7 my mother worked as a teacher، وجيب لي هنا الرقم ده 1942 وهنا 2 1985. يبقى ده معروف على طول، ما دام هنا في 2 لازم تروح على طول مين؟ from. from to، from ايه؟ to، فترة زمنية من كذا لكذا. في نمبر 8 بيقول لي جين وركس فيري هارد، جين بتشتغل بجد جدا. كاتي از ليزي، لكن طبعا كاتي ديت ايه؟ ليزي. طبعا هنا لازم تحط مين؟ بط. تحط مين؟ بط. نمبر 9 هاو اولد يو وين يو ليرن تو سويم. طبعا هنا عشان ليرن باست سيمبل ماضي، يبقى تروح على طول على مين؟ على وير. يبقى هاو اولد وير يو، كان عندك كم سنة لما اتعلمت ايه السباحة. نمبر 10 بيقول ابن بطوطة lived the 14th century. احنا مش قلنا القرن هنا بياخد بروبوزيشن ايه بقى؟ yes in، بياخد ايه؟ in. بعد كده questions اللي هو بتاع نمبر 3 بيقول لي the shark's teeth are the strongest of all animals. اللي استخدم stronger، يبقى هو عايز يجيبها هنا طبعا من صيغة تفضيل the strongest superlative اهو، يروح يجيبها هنا ايه مقارنة. يبقى نقول له ايه هنا بقى؟ the shark's teeth. ابدأ بقى بقول له the shark's teeth، هنا بقى نقول له ايه ار، عشان هي جمع بقى ار، وبعد كده احط سترونجر
وبعد سترونجر لازم احط مين؟ زين. طبعا اقول له ايه؟ all animals. زين اقول ايه؟ animals يعني كل ايه؟ الحيوانات. طبعا في هنا مقارنة بين الشاركس دي وبين ايه؟ الانيمالز. في نمبر 2 بيقول له my father allows me to watch TV until midnight. طبعا اول حاجة هتعملها هنا عشان تشيل allow اوكي وتحط let's لازم تشيل البروبوزيشن حرف الجر مين؟ تو. وتقول بقى هنا my father lets me watch TV until midnight. يعني انا عندي الفرق بين allow وبين let's ان هنا allow is preposition to لكن let بدون هنا preposition to. في نمبر 3 بيقول if I fail the exam I will take it again. قال استخدم pass. استخدم ايه؟ pass. طب انا عندي هنا pass هي ال opposite من fail. اوكي يبقى اقول له هنا ايه بقى؟ if I بس لو هنجح في الامتحان. طب انا هاخده تاني؟ قال له لا. امال هتعمل ايه؟ قال له I want نجيبها نيجاتيف take it again. take it again يعني انا مش هاخده مرة اخرى. واجي اقفل ايه الجملة بتاعتي. في نمبر 4 بيقول لي هنا في نمبر 4 بيقول لي the last time I went on holiday was last year. قال استخدم haven't يبقى هو عايزها present perfect haven't او hasn't plus ال PP. يبقى اقول له هنا ايه؟ I تاخد haven't وبعد كده اجيب التصريف التالت من went اللي هو go went gone وكمل بقى on holiday يعني ما روحتش اي اجازات. ايه بقى؟ هنحط since بقى يبقى since last year. since last year طبعا كل الجرامر دلوقتي احنا شارحينه فين؟ في المنهج. السؤال بعد كده بيقول لي reading isn't as interesting as watching TV. قال استخدم more interesting. more ايه؟ interesting. بيقول لك القراءة مش شيقة زي ايه بقى؟ زي الواتشنج تي في. يبقى انت هتعمل ايه؟ هتقلب الجملة هتقول له بقى واتشنج تي في اهو نقول له واتشنج تي في يعني مشاهدة التلفزيون. بعد كده نقول له از وبإز نحط مور وبعديها الصفة الطويلة اللي هي انترستنج وبعديهم نحط زين ونحط بقى الريدنج بقى اوكي ونقول له بقى ان واتشنج تي في مشاهدة التلفزيون اكثر تشوقا من ايه؟ من القراءة. بعد كده طبعا نخلص قطعتنا ونشوف الباراجراف بتاعنا بيتكلم على الانترنت اهو والنوفل وبعد كده ايه البويتري. عندنا بعد كده موديل اكزام 5 بيقول لي هنا في موديل اكزام 5 بيقول لي طبعا هنا ماذر بتسأل سؤال وبين سامي قال لها نو مام. ماذر قالت له يو هاف بين دوينج يور هوم ورك فور 2 اورز ناو. انت دلوقتي بقالك بتعمل ايه؟ بتعمل الواجب بتاعك اكتر من ساعتين. طبعا هنا هتقول له هاف يو فينيشد يور هوم ورك سامي. يبقى طبعا هنا هتقول له ايه؟ هاف يو finished your homework سامي. قال لها نو مام يعني ايه؟ لا طبعا انا ما خلصتش. بيقول لها ايه؟ نو نوت يت يعني لا لسه يعني. يبقى هنا ايه؟ نو نوت يت. قالت له طبعا انت بتعمل في الواجب بتاعك اكتر من ساعتين دلوقتي. قال لها يا مام اي هاف جود توداي. هيقول لها طبعا انا عندي واجب كتير قوي. يبقى اي هاف جود ماتش وورك. ماتش ايه؟ ماتش هوم وورك يعني عندي واجب كتير جدا توداي. قالت له دو يو نيد يعني هل انت محتاج اي مساعده؟ فهتقول له هنا دو يو نيد اني هيلب اني ايه هيلب. قال لها ثانكس ماما اي هاف اولموست فينيشد. خلاص انا كده كده خلصت. قالت له اف يو لو انت محتاج اي مساعده تلمي. طبعا دي قاعده اف ايه بقى؟ الحاله الزيرو اوكي ممكن نستخدمها في الاوفرز الطلبات.
يبقى if you need any help، لو انت محتاج اي مساعدات tell me، tell ايه me يعني اخبرني. ده بالنسبة طبعا لمين؟ لل dialogue. تعال نشوف الجزء اللي بعد كده، طبعا هو اللي choose اهو. بيقول في number one are machine robots that look like humans، عبارة عن آلات زيها بالظبط زي مين؟ زي الإنسان، ودي بيسموها إيه؟ الأندرويدز، اللي إيه؟ الأندرويدز. في number two بيقول لي many have made dangerous journey to find a better life، هم بيعملوا طبعا مغامرات خطيرة جدا، dangerous journey، رحلات خطيرة عشان يدوروا على حياة أفضل، ودول بيسموهم مين؟ الإميجرانتس. يعني إميجرانتس مهاجرين. question number three بيقول لي are the smallest fish in the world، هي أصغر طبعا إيه؟ أصغر سمكة فين؟ في الـ world، في العالم. دي هتكون سمكة إيه؟ الجوبي فيش. جوبي إيه؟ فيش، جوبي فيش. في number four بيقول لي is a building with very thick walls، حوائط طبعا سميكة، that was difficult to get into، يعني صعب جدا جدا ان انت ايه تدخله، ودي هي ايه؟ كاسل، كاسل اللي هي ايه؟ القلعة. في number five بيقول لي the phone is ringing، يعني التليفون بيرن. قال له اوكي ده داد اي، هنا طبعا قرار فوري ان انت طبعا هترد على التليفون، فبتستخدم مين؟ will go. في number 6 بيقول you will fall careful، يعني انت هتقع لو انت مش واخد بالك. هنا طبعا هنا نقول له ايه؟ unless you aren't careful، unless you aren't careful، لو انت مش واخد ايه بالك. number 7 have you ever a frightening experience، طبعا هنا انا عندي have وال ever، ناقصني مين هنا؟ هاد اللي هو البي بي. question number 8 بيقول لي the population in Egypt، اللي هي زيادة السكانية في مصر، has been growing a number of years، يعني ايه؟ من سنوات عديدة. يعني هنا طبعا هناخد ايه؟ 4 هنا المدة. يعني في number 9 sharks can swim as dolphin، طبعا عندي هنا as و as، يبقى انا ادور على مين؟ الصفة بدون اي اضافات، الصفة بدون اي ايه؟ اضافات. اخر حاجه طبعا ناخد بالنا منها لوك اهو، لوك ات ذا كلاودز، ده هنا في مبنيه على دليل لسه حليناها في الامتحان اللي فات، يبقى تدور على طول على مين؟ از جوينج تو رين. السؤال اللي بعد كده طبعا هو الرايت بتاعنا، بيقول لي هنا انجلش ازنت از ديفيكولت از فرنش، الانجليزي طبعا مش صعب زي الفرنش. اوكي قال استخدم ايزير، ايزير يعني ايه؟ سهل جدا. هنروح له طبعا نعمل الجملة بتاعتنا هنا ونقول له English is easier than French، يعني أسهل منين؟ من الفرنش، الفرنسي. السؤال بعد كده بيقول لي the teacher lets us leave early، يعني المستر بيسمح لنا إن احنا نغادر مبكرا. اللي استخدم allows، احنا قلنا ايه الفرق بين allows و let؟ allows لازم تيجي بتو، يبقى نقول له the teacher، نشيل let ونحط مين؟ allows، وبعد كده لازم نحط ايه؟ us، وبعد كده نحط مين؟ to leave، واكمل بقى to leave ايه؟ early، يعني نغادر مبكرا. في question number 3 بيقول له although it was raining، بالرغم ان هي بتمطر، قال لي we played the match، ايه الفرق بين although و in spite of؟ in spite of يجي بعدها verb plus ing او noun، يعني ممكن اقول هنا in spite of the rain المطر، او in spite of raining، يعني دي صح ودي صح، يبقى in spite of the rain. اوكي ومن هنا نقول له جملتنا عادي we played the match. اوكي بعد كده عندي هنا number 4 بيقول the quiz is easy isn't it،
اللي استخدم difficult. yes ده طبعا سؤال اسمه الكويشن تاج. احنا هنجيب از هنا isn't ونحط هنا difficult، ودي طبعا ما تنفعش تبقى isn't تبقى is. يبقى اقول له هنا ايه بقى the quiz اللي هو ايه الامتحان. اوكي isn't difficult. وبعد كده بنحط الكومة بتاعتنا، وبدل ما نقول isn't هنا نقول is it. is it ونقفل السؤال ده. question tag يعني سؤال مزيل. بيقول لي زي left a few minutes ago. انا عايزك تاخد بالك من الحتة دي عشان في ناس بتقع فيها. اوكي نشيلها ونقول له زي. طبعا زي بتاخد ايه have، وبعد كده بنحط just، وبعد كده نحط البي بي اللي هو ايه left. يبقى زي have just left. سؤالك بعد كده طبعا شغال اهو القطعة بتاعتك، تركز فيها وتحلها كويس. وبعد كده الباراجراف النوفل، وبعد كده ايه بقى البويتري. تعال نشوف بعد كده الامتحان رقم 6. بيقول له supply اهو اول حاجة. احمد بيقول له I need help sir، انا محتاج مساعدة. فطبعا هنا البوليس مان قال له ايه بقى، قال له حاجة، سأله سؤال قال له my bike. يبقى هنا طبعا هيقول له ازاي اساعدك. اوكي او يقول له ايه المشكلة، او يقول له انت عايز ايه. يعني ممكن يقول له هنا how can I help you. help ايه يو، ازاي اساعدك. واحد تاني يقول لي ايه what do you need. what do ايه what do you need. what do you need يعني انت محتاج ايه. واحد تاني يقول له what is the matter. what is the matter يعني ما هي المشكلة. رد عليه قال له طبعا قال له my bike العجلة بتاعته حصل لها ايه. قال له didn't you see who stole it. ما تعرفش مين او شفتش مين سرقها. قال له طبعا هنا ايه my bike هنا ايه was stolen. was ايه stolen yes يعني دركت مالها اتسرقت. راح بعد كده قال له ايه no. لما قال له didn't you see who stole it يعني شفتش مين اللي سرقها. يقول له no I didn't. no I didn't يعني لا ما شفتش حد. بعد كده عندنا قال له where. قال له I left it here. يعني طبعا هنا هيقول له هنا ايه I left it. يبقى where بعد كده did بعد كده الفاعل هنا ايه you، وبعد كده الانفينيتيف I leave it. يبقى where did you leave it يعني سبتها فين. البوليس مان سأله سؤال قال له yes it's a racing blue bike with a red seat. يعني هنا سأله قال له ايه بقى يعني ممكن توصفها لي. هيقول له هنا بقى ايه can you describe it. يبقى يقول له هنا هيقول له can you describe it يعني ممكن توصفها لو سمحت. can you describe it يعني ممكن توصفها لي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده اللي هو اللي تشوز. بيقول له ايه هنا في اللي تشوز. بيقول لي بيبلوستيكا مينز او بيبلوتيكا مينز ايه دي عبارة عن ايه. هي اللايبراري. اللايبراري اللي هي ايه المكتبة. في نمبر 2 بيقول لي ايه lives completely alone and sees nobody. شخص بيعيش حياته لوحده وما بيشوفش حد نهائي خالص. وده مين الهيرميت. اسمه ايه هيرميت اللي هو الناسك او العابد. في نمبر 3 بيقول لي appears to fly in the water. بيظهر ان هو بيطير في المية. وده بيكون اللي هو ايه يس الريس سمك الريس. نمبر 4 at the science museum's website you can interactive quizzes. طبعا هنا ناخد مين دو. ناخد ايه دو. يبقى دو interactive quizzes. في question number 5
بيقول ابن بطوطة was given jobs the local sultans، يعني خد وظائف من ايه، من السلطان طبعا، يبقى هنا هناخد ايه by the sultan local sultan. في number 6 I a new job in June I have already signed the contract with the manager، يعني انا كده كده ايه وقعت على العقد مع مين، مدير. طبعا هتاخدها هنا فين، في البريزنت كونتينوس للتعبير عن اشياء تم الترتيب ليها طبعا. نمبر 7 بيقول لي the sun usually shines summer days، طبعا summer days اللي هي هنا ايه ايام، فطبعا هناخد ايه هنا، هناخد on. في نمبر 8 بيقول لي if you want to learn English، لو انت عايز تتعلم English you will have to hard، طبعا هنا will have to، مش have to هنا لازم يجي بعدها الانفينيتيف، يبقى will have to study hard. Number 9 بيقول the weather been very nice lately، طبعا هنا الطقس ما كانش كويس في الفترة الأخيرة هنا، طبعا هنا هناخد ايه hasn't، هناخد ايه hasn't been، hasn't been. Number 10 I will write this letter before I out، دي قاعدة before أنا قلت لكم عليها طبعا في المراجعة part 1، إن خد بالك إن before بيجي قبليها هنا مستقبل، بعديها لازم يجي ال present simple على طول before إيه I go، يعني أنا طبعا لو he ولا she ولا it كنا قلنا إيه goes، لكن مع I و we و you زي لازم يجي ال infinitive الفعل فين، في المصدر. بعد كده بيقول له rewrite، أول سؤال هنا طبعا في rewrite أهو. بيقول it isn't warm enough these days، على استخدم cold، استخدم ايه cold. الفرق بين enough وبين السؤال اللي احنا هنعمله دلوقتي بين to، ان enough تيجي قبليها الصفة منفية، لكن to بتيجي معاها الصفة ايه مثبتة، يبقى نقول له هنا ايه it is too cold these days، this ايه these days. اوكي ده بالنسبة لمين، ل to و enough. السؤال اللي بعد كده بيقول لي my parents don't let us play footballs in the house، مثلا لنا طبعا كتير ان let لازم يجي بعدها المفعول والفعل، لكن allow لازم يجي بعدها المفعول وبعد كده to plus mean infinitive. يبقى تقول له جملتنا هنا our parents don't allow us to play football in the house. Number 3 بيقول لي he was tired، شوف اللي احنا هنعملها ازاي دي عشان في ناس مش واخدة بالها منها، نقول he was tired تكتبها زي ما هي، لازم تقفل جملتك، لازم تبدأ capital however، تحط كوما، he went to the party، he went to the party. يبقى الحتة كلها في ايه هنا، ان قبليها هنا full stop بعدها كوما، هي لازم تبدأ بيها capital. She just left for Spain، هي لسه طبعا مغادرة لإسبان، على استخدم gone، يبقى أنا أقول له طبعا إيه she has gone to Spain، she has gone to Spain، لأن هنا gone يجي بعدها to plus infinitive. منى isn't as old as her brother، منى مش في سن أخوها، على استخدم زين. أوكي يبقى طبعا هنقول له منى is، نبدأ هنا طبعا بمنى، يبقى منى is younger than، أصغر من her brother، her a brother، أصغر من أخوها. قطعتنا باراجراف طبعا النوفل، وبعد كده طبعا البويتري بتاعنا. نيجي بقى للموديل اكزام 7، بيقول له موديل اكزام 7 بين عماد، بيقول له هلو دو يو نيد ان هيلب سير، قال له يس بليز وير از ذا ايجيبشن ميوزيوم، فين المتحف المصري. اوكي فطبعا هيقول له هنا حاجه، اوكي هيقول له طبعا موجود فين، يعني هيقول له هنا ايه it is in
التحرير، تحرير سكوير، يعني في ميدان التحرير. اوكي، قال له عندها او قال يو كان تيك. فطبعا هنا يقول له اروح ازاي هنا، يبقى يقول له هاو كان اي جو زير، هاو كان ايه، هاو كان اي جو زير، يعني اوصل هناك ازاي. قال له يو كان تيك ذا اندرجراوند، يعني ممكن تاخد تاكسي او اندرجراوند، يبقى هنا تاكسي، خد تاكسي او الاندرجراوند المترو. قال له I'd prefer to، راح قال له اوكي تيل ذا تاكسي درايفر، يبقى هنا طبعا فضل ان هو ياخد ايه، يبقى قال له I'd prefer to take a taxi، يعني انا افضل ان انا اخد ايه تاكسي. يس، قال له طب قول للتاكسي درايفر تو تيك يو تو التحرير سكوير، قول له انه يوديك التحرير سكوير. قال له هاو ماتش، قال له نوت مور ذان 20 باوندز، يعني مش اكتر من 20 جنيه. فطبعا هيقول له ايه بقى، هيقول له ادفع قد ايه، يعني يبقى ايه، هاو ماتش شود اي، هاو ماتش شود اي بي، ادفع قد ايه او جيف ذا درايفر. اوكي، هنا فور ذا درايفر، ذا ايه درايفر. بعد كده روح طبعا على اللي تشوز، بيقول هنا في اللي تشوز ايه بقى، اهو اوكلاند از فيموس ذا هاربر بريدج. طبعا هاربر بريدج ده اللي هو عبارة عن ميناء مشهور جدا. طب هنا فيموس ايه، فيموس فور. في كويشن نمبر 2 بيقول له ويند سيرفنج سويمنج اند سيلينج ار كلها ايه حاجات دي، طبعا سي سبورتس اللي هي إيه، رياضات مائية، رياضات مائية بحرية كل ده. نمبر 3 بيقول ذا مالديف از ا جروب اوف، المالديف دي عبارة عن مجموعة من اللي هي الايلاندز، ايلاندز اللي هي ايه بقى، الجزر. في كويشن نمبر 4 بيقول لي يارد مينز ذا سيم از، يارد هنا زيها زي ايه بالظبط، هنا هتبقى طبعا ايه، يس جاردن، جاردن يعني حديقة. نمبر 5 بيقول لي يو جوينج تو، طب انا عندي فعل وهنا جوينج تو، يبقى ادور على طول على مين، ار يو جوينج، قاعدة جوينج تو. نمبر 6 بيقول لي وي ار ناو ذا بيجينينج اوف ذا 21st century، احنا طبعا في البداية، في بداية هنا طبعا اسمها ايه بقى، هنا اللي هي نمبر 6 اسمها at the beginning، ودي كانت علينا الحاجات دي كلها. question number 7 بيقول لي people aren't allowed، انا قلت طبعا allowed اهو لازم تدور على 2 plus infinitive، يبقى to smoke، to smoke in hospitals. number 8 we played the football the weekend، طب ال weekend هنا تاخد proposition ايه، هنا تاخد at the weekend. number 9 how long you been in France، طبعا عشان هنا الفعل you been تدور على طول على ال present perfect اللي هي have واللي فعل بلس بي بي. نمبر 10 بيقول له وليد از انترست ان ساينس، طبعا انترست تاخد بروبوزيشن ان هنا ومعناها انترست ايه ان. السؤال بعد كده هنا ري رايت، ري رايت اهو، بيقول انجلش از ايزير ذان فرنش، اللي استخدم از، از از ايه، از طبعا هتقول له انجلش بقى تحط له هنا isn't، وبعد isn't هنا هتحط as، وتجيب ال opposite من easier اللي هو difficult اهو، difficult ونحط بعد كده as French، as a French، ونقفل الجملة بتاعتنا. questions اللي بعد كده بيقول له someone found the dead man last night، اللي استخدم was found، طبعا ادي someone، ادي found، ادي the dead man، the dead mean man، هتبدأ انت بقى بمين، ب the dead man، the dead man يعني الراجل الميت. بعد كده بنحط was، وبعد كده نجيب التصريف التالت found، ونقول له last night، last night الليلة الماضية، by someone، by mean someone، ودي طبعا passive في past.
بيقولوا له هذا ماب وي جوت لوست، احنا معانا خريطة لكن تهنا، انت كل اللي ما هتعملها تحط هنا مين بط في النص وخلاص. الكويشنز اللي بعد كده بيقول لي the flat was life and is too small. يبقى هنا طبعا the flat we live، the flat we live in is too small. انا استخدم enough. ايه الفرق هنا بين enough وبين to؟ انا قلت لك enough يجي قبلها الصفة منفية، يبقى نقول له the flat يبقى the flat we live in is هنا تبقى يا أولاد isn't، وتجيب ال opposite من small يبقى isn't big enough. big enough ده الفرق بين الدرس بتاع enough و two. questions اللي بعد كده هو number 5 بيقول I want to buy you the camera if you don't study hard. قال استخدم unless، يبقى طبعا هنا ايه unless هنا عشان تحط if لازم تيجي الجملة مثبتة، يبقى هنا تقول له I want buy you the camera. I want buy you the camera. بعد كده بحط unless، وانا طبعا اقول له هنا you، ما ينفعش اقول don't، اقول له study على طول. unless you study hard لازم تيجي مثبتة، لأن unless دي نيجاتيف بعد ما تخلص الباراجراف بتاعك طبعا. اوكي تخلص كل حاجة. يس تعال نشوف بعد كده نمبر 8. في نمبر 8 هنا بيقول له ايه، بيقول له good morning how can I help you. راح رمى له حاجة، قال would you like it with a single or a double. طب انت عايزها سنجل ولا دبل؟ يبقى انا طبعا اكيد هيقول له I'd like to book a room، انا محتاج احجز حجرة. I would like it with a single or a double Smith play card، يعني انت عايزها ايه سنجل ولا دبل. راح طبعا رامي قال له ايه هنا، رامي طبعا هيقول له هنا ايه with a double، with ايه a double. السيلر قال this one costs you 900 pounds، يعني ده هتكلفك بالظبط ايه 900 جنيه. فيرد عليه طبعا هيقول له هنا، هيقول له لا ده غالية جدا، يعني that's too expensive، يعني غالية جدا that's too expensive غالية جدا. هيقول له we have طبعا احنا عندنا ايه yes we have a cheaper one، يعني ممكن نقول له احنا عندنا ايه واحدة ارخص. اوكي we have، ممكن نقول له a cheaper one yes. قال له اوكي على التيكت خلاص اخدها. I also need a، انا برضو محتاج ايه هنا بقى a charging card، a charging a card، charging a card need a card. كلمة charging card هنا طبعا اللي هي ايه الكرت الشحن. قال له the charging card will cost you 50 pounds، هيكلفك 50 جنيه. قال له okay here you are. يبقى طبعا هنا في حاجة طبعا ما خدناش بالنا منها sorry معلش، يعني ان احنا نقرا طبعا ايه الديالوج هنا مش هيحجز حجرة، هنا ايه بقى هو محتاج اللي هو ايه بقى موبايل. I'd like to buy اهي buy a mobile، ناخد بالنا منها يعني. وبعد كده كل حاجة هي ايه مفيش اي مشاكل اهي. تعال نشوف مع بعضينا كده السؤال بتاع اللي هو اللي تشوز. بيقول لي is all the food we can get from the sea، كل الأطعمة اللي احنا ممكن نجيبها من البحر اللي هي ايه بقى سي فود، سي فود
question number 2 بيقول لي are fish eating sea animals، عبارة عن سمكة بتاكل الأسماك الأخرى، ودي اسمها ايه؟ السيلز. اسمها ايه؟ سيلز، اللي هي الفقمة أو زي كلب البحر كده. في number 3 بيقول لي زنزبار and سوماترا are names of، عبارة عن أسماء. هنا ده كانت أسامي طبعا مدن أو جزر. أوكي، هتبقى طبعا islands. islands هنا هي جزر. في number 4 بيقول tourists often go in the old parts of town، طبعا بيروحوا يعملوا حاجة اسمها sight seeing. sight seeing. في number 5 بيقول subway means the name أو the same as، طبعا ده الأندرجراوند. الأندرجراوند اللي هو ايه؟ المترو. number 6 بيقول لي some of the ships he sailed in attacked by pirates. pirates اللي هم مين؟ اللي هم القراصنة. في number 7 we have had this car the last 6 years، يعني السنين، يعني آخر 6 سنوات، يبقى for the last. في number 8 بيقول لي sea horses are unusual fish in the aquarium، يبقى طبعا هنا ايه؟ the most، معروف على طول كده، هنا يجيب زي most. the most. number 9 بيقول I haven't seen here a long time، طبعا for a long time. question number 10 بيقول لي you do this washing up tonight، you do، طبعا هنا يقول له do you do أو will you do، دي تنفع ودي تنفع، فالأفضل هنا أختار will، يعني هل أنت ممكن تعمل ال washing up، يبقى will you do. will you إيه do. السؤال اللي بعد كده هو ال right، يقول له my parents let me stay out late sometimes، يبقى قال لك استخدم I am. خد بالك هنا، بص أنا هنعملها إزاي، هتقول له هنا بقى I am allowed. I am إيه؟ allowed. ما دام في am و is و are، يبقى تجيب بعدها allowed. allowed yes، يبقى I am allowed to plus infinitive أو stay out late، متأخر، sometimes، some times، sometimes، أحيانا، طبعا مين اللي بيسمحوا له؟ parents. في number 2 بيقول لي he is young and strong he doesn't work، هل استخدم although، يبقى نقول له although he is young and strong he doesn't work. question number 3 بيقول لي those shelves are too higher for me to reach، هل استخدم low. دي قاعدة طبعا enough يعني تو، يعني نقول له هنا those shelves، طبعا ار هنا تبقى ايه؟ ارنت، ونجيب عكس هاي هنا ايه؟ لو. اوكي، يبقى ذيس شيلفز ارنت لو انف، هنا بقى حطيت انف اهو فور مي تو ريتش. question number 4 بيقول لي if there are more cars، لو في عربيات كتير، there will be more pollution. pollution هنا يعني ايه؟ تلوث. طبعا نستخدم always، يبقى اقول له هنا always there are more cars. طب هنا هيكون في تلوث؟ لا طبعا مش هيبقى في تلوث، يبقى نقول هنا ايه؟ there won't be. there won't be. طبعا questions ده هو مش باين، بس هو احنا قلناه ورا، يعني فين؟ في exam ورا، يعني حليناه قبل كده. تعال نشوف number 9 بيقول لي supply. بين كريم بين صالح أو صلاح. صالح بيقول له هاي صالح what is the matter، قال له you look sad، قال له yeah، قال له حاجة طبعا، قال له oh have you told your parents you didn't pass the test، طبعا هو عمنا صالح ماله، قال look I didn't pass the test، يعني ما نجحش فين؟ في الامتحان. كريم قال له oh have you told your parents you didn't pass the test، طب قلت لباباك؟ طبعا قال له ايه بقى؟ قال له لا في الحقيقة انا ايه ما قلتش لبابا، يعني ما قالوش يعني. فطبعا هيقول له ايه هنا؟ هيقول له no I haven't، عشان هو طبعا السؤال بهاف هنا، فهيقول له ايه؟ no
I haven't. قال له why، ليه؟ قال له طبعا كريم if you don't tell them، لو انت مش هتقول لهم they will be angry too، برضو هم هيغضبوا هيزعلوا، هتقول لهم هيزعلوا، مش هتقول لهم برضو هيزعلوا. اوكي، يبقى طبعا هنا يقول له ايه بقى، لما قال له because هيقول له because، لما قال له why هيقول له ايه because، يعني هم مالهم هيزعلوا، يبقى نقول له because they would be angry، نقول له ايه because they would be angry، يعني هيكونوا غضبانين مني. اوكي if I yes، طبعا هنا ايه if I told them، if I told ايه them، يعني لو انا اخبرتهم، if I told them، السؤال اللي بعد كده قال له حاجة، قال له if I were، يعني طبعا هيقول له طب اعمل ايه، يعني تنصحني بايه، يعني هيقول له طبعا يعني انصحني مثلا what should I do، what should I do. الحاجات دي اتحلت على فكرة في بارت 1. سأله سؤال هنا لما قال له what should I do، قال له if I were you، لو كنت مكانك هنا if I were you، هيقول له هنا I would tell my parents، كنت هقول له طبعا ايه parents على كل حاجة. الجزء اللي بعد كده هو اللي choose number one، بيقول لي the animals was when they found it، طبعا was ايه بقى، was dead، was dead يعني كانوا ايه ميتين، هنا مبنية للباسيف يعني was dead. في نمبر 2 بيقول لي float is the opposite of، طبعا float يعني يطفو وعكسها طبعا sink يعني يغوص. question number 3 بيقول لي the Incas built enormous stone، طبعا هما الانكاس دي حضارة الامريكا الجنوبية، كانوا بنوا طبعا احجار ضخمة جدا، طبعا هنا هتكون ايه temples، temples يعني معابد. في نمبر 4 زي الفراعنة كده the Chrysler building is a in نيويورك، طبعا ده عبارة عن ناطحة سحاب، ناطحة سحاب هنا يعني ايه sky scraper، sky scraper. في نمبر 5 بيقول لي the start of the 20th century there were two world wars، طبعا في بداية القرن العشرين هنا، طبعا هنا at تيجي قدامي at the start at the middle كل ده. نمبر 6 I'm terrified strange sea creatures، sea creatures هنا يعني اللي هي المخلوقات البحرية، يبقى terrified هنا ايه terrified of، يعني خائف من terrified ايه of. فكشن بعد كده بيقول له I will write this letter before I out، طبعا هنا قاعدة before انا شرحتها لكم، بيجي بعدها present simple يبقى I go. number 8 she is shy she gave a speech in class، بالرغم ان هي بتكون خجولة لكن بتقوم تتكلم في الفصل، يعني يبقى although يعني بالرغم من. number 9 بيقول لي he has been a vegetarian the last 5 years، يعني هو نباتي ما بياكلش طبعا اي خضر اي بتاع لحوم، يبقى هنا طبعا ناخد ايه هناخد for the last 5 years. number 10 if I the chance I join، دي قاعدة ايه في الحالة التانية، يبقى هنا تروح على هاد على طول. روح للرايت بعد كده هنا بيقول لي dogs are much nicer than cats، الدوجز بيكونوا أكثر ضوضاء من الكاتس، قال لي استخدم as quite as، يبقى نقول له هنا بدل are aren't، يبقى نقول له هنا بقى dogs aren't as quite as cats، عشان طبعا احنا يعني عشان نكتب عشان الوعي. في نمبر 2 بيقول له my mother doesn't let me watch TV at night، اللي استخدم allow. ايه الفرق بين let و allow؟ اقول تاني let معاها المفعول بعد كده الفعل على طول، لكن allow معاها المفعول بعد كده to plus infinitive، يبقى هنا doesn't
ايه انا هعملها لكم هنا اهو، doesn't allow me to watch، واكمل لغاية ايه الاخر. فنمبر 3 بيقول لي 3 thieves robbed the house at midnight. انا استخدم the house ده، انا علمتها لكم برضو هنا، احط على 3 thieves what robbed what the house، ابدأ ب the house واقول له هنا the house was، اهي the house، بعد كده هنا was، وبعد كده اجيب التصريف التالت robbed، اوكي at midnight by 3 thieves. صار بعد كده بيقول لي the cake is too hot to eat، هل استخدم enough؟ يبقى اقول له the cake isn't، isn't ايه هنا بقى؟ هتجيب عكس هنا hot اللي هي cool، اوكي؟ يبقى اقول له the cake isn't cool enough to eat، to eat، واجي اقفل الجملة. بيقول له why don't we meet and go to the cinema، وده حليناها في اول امتحانات هنا، هتشيل طبعا why don't we meet اهي، why don't we، وتقول له how about، يجي بعدها verb ing، يبقى how about meeting and going to the cinema. هنكتفي بالقدر ده طبعا، واتمنى ان احنا نكون طبعا استفدنا جيدا من المراجعه، وان شاء الله تقفلوا درجات الامتحان، ونتقابل ان شاء الله باذن الله في الفيرست ترم طبعا الترم الاول السنه الجايه. ثانك يو، جود باي.